خلينا ناخذ بدنا نستقبل الأستاذ خالد سكر وهو المدير العام للتلفزيون الفلسطيني الحبيب. معنا على الهواء الآن الأستاذ خالد سكر. أستاذ خالد يسعد مساك. مساء الخير. وكل المحبة والتقدير والسلام والأمنيات بالمحبة والسلام لفلسطين. مساء الخير. شكرا جزيلا يا دكتورة، ودعيني أنتهز مناسبة لأبارك لكم هذه الانطلاقة الجديدة لبرنامج بيت الكل، هذا البرنامج العربي المشترك من مسبيرو، مسبيرو التاريخ، مسبيرو هذه المنارة الثقافية الإعلامية، مسبيرو الذي يشكل جزء هام من موروثنا الإعلامي العربي وبإنتاجاته المختلفة التي شكلت وعينا الجمعي كأمة عربية وأثرت فينا سلوكا وكذلك ثقافة. دعيني أقول أيضا إن مسبيرو القريحة المصرية التي باحت بمكنوناتها الفكرية ثقافة وأدب وإعلام، هذا الخطاب الجامع أعاد الاعتبار لمقولتنا نحن كأمة عربية، أعاد لها الاعتبار وشكل رسالة حضارية ثقافية وأخلاقية للعالم أجمع. مسبيرو هذا السيل الجارف من 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 الإبداع، الموسيقى، غناء، مسرح، كل أشكال الفنون المجتمعة طبعا كان مرجعها الأصيل هذا المبنى الذي كما قلت في البداية بالفعل يشكل جزء خاصة احنا جيلنا، يعني تربينا على مسبيرو، تربينا على المرئي والمسموع، تربينا على كلمتين وبس لفؤاد المهندس من إذاعة صوت العرب بإذاعة الشرق الأوسط، البرنامج الصباحي بصبح عليك، تاريخ تاريخ عظيم وكبير لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية مسبيرو، الاستوديو 10 اللي احنا موجودين فيه الآن. يعني شوف أستاذ خالد، يعني اسمح لي أنا ما راح أقدر أسألك، أنا من تلفزيون فلسطين، بلاش يتهموني زملائي يلا أني عم بغاوز، كلمة بغاوز يعني بتحيز. أيوة الله يخليك، تفضل يا أحمد. طبعا نرحب أجمل التراحيب الأستاذ خالد سكر. حقيقة أيضا هناك من الذكريات اللي حضرتك ذكرتها بسردك عن مسبيرو، هذه المؤسسة العملاقة بكل مفاصلها المهمة وما قدمت من خلال الأعمال الفنية والثقافية والإعلامية والأدبية، لكن أجمل ما شاهدت كعين ناقد لمسبيرو وهذه المؤسسة العريقة. أنا أول مرة دخلت فيها مسبيرو طبعا كان ذلك يمكن أعتقد قبل 10 سنوات أو 12 عام تقديرا، لكن أنا لما دخلت مسبيرو كنت محمل بإرث هائل من الذكريات، لذلك لم أتمالك نفسي للوهلة الأولى، يعني أصبت بشيء من الرعب. أنت عندما تتذكر كل العظماء المصريين، كتاب وصحفيين وإعلاميين وفنانين، فنانين مطربين وممثلين وإلى آخره، كل هؤلاء كان بيتهم الجامع هو مسبيرو. لما تذكر هؤلاء العمالقة تصاب برعب كبير، لكن أيضا في مسبيرو أنت تصاب بالكثير من الفخر، يعني ينتابك الفخر. أنا أفخر بهذا المبنى، وكما قلت في البداية هذا المبنى هو الذي شكل ذاكرتنا، شكل وعينا في مرحلة مبكرة جدا، ويحتل مكانة متقدمة أيضا من هذا الوعي لأنه أسهم. أكيد والله يا أستاذ خالد، يعني كلام حضرتك يسعدنا كثيرا، يعني يسعدني أنا بكوني مصرية من التلفزيون المصري، وكمان خلاص مع بيت للكل اللي موجود الآن تصويره في استوديو 10 في التلفزيون المصري. كلامك يسعدنا بجد ويؤكد على أنه نحن نتكامل في تلفزيوناتنا العربية، يعني هذا التأثير اللي حضرتك كلمت عليه من تلفزيون جمهورية مصر العربية أو من التلفزيون في بدايته أن يصل إلى فلسطين، أعتقد هي دي الرسالة ودي رسالة كل الشاشات العربية. بشكرك جدا أستاذ خالد ونورتنا في زوم.